هل ترون الشاشة بوضوح؟ نبدأ. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بكم جميعا. في المحاضرة الثالثة، وسوف نستكمل ترجمة القضية التي بدأناها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، ولكن قبل هذا أريد أن أتناقش معكم بخصوص المجهود الذي بذلتموه مشكورين في ترجمة ما أسندت إليكم من ترجمات سابقة، وحول ما واجهكم أو ما تودون السؤال عنه، وسوف نبدأ بإجابات عن أسئلتكم كما اتفقنا في المرات السابقة. فسوف أترك المجال لكم، فمن يريد أن يبدأ؟ من يريد أن يبدأ حتى أشغل له المايك؟ داي ابدأي، شغل المايك وابدأي. السلام عليكم دكتور. أنا أكتر حاجة واجهتني يعني كانت صعبة في الموضوع اللي هو تفضلي. تركيب الجملة. أحيانا بتبقى الاسم بيسبقه كذا صفة، بتبقى أو تركيب الجملة مبيبقاش اللي هو السيمبل سنتنس اللي احنا عارفين اللي هو فاعل وفاعل ومفعول، لا بيبقى فيه كذا كلمة كده تركيبة زي صفات أو اللي هي في تركيبة الجملة نفسها، هي دي بواجه صعوبة في الترجمة بتاعتها. سامع، اسمعك. الهدف من هذه المحاضرات هو تدريبكم على كيفية تحويل الكلام من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. هذه الصعوبات التي تواجهكم سوف نتعلم كيف نتغلب عليها من خلال الشرح، حتى يبدو الأمر فيما بعد بسيطا وسهلا، ومجرد قراءة الكلام تكون الملكة قوية لدرجة أنكم سوف تفهمون المعنى وتنقلونه مباشرة إلى اللغة التي تودون الترجمة إليها، إلى اللغة الإنجليزية. بمعنى، قرأت الكلام باللغة العربية، تتكون في ذهني العبارة التي أريد أن أوصلها إلى القارئ الأجنبي مباشرة. هذا سوف يتأتى بكثرة الممارسة. في البداية سوف تجدون الأمر صعبا، ثم مع الممارسة سوف تجدون الأمر من السهولة بمكان. في البداية لابد أن تجد صعوبة وأن تتعلم كيف تتغلب عليها. في هذه المحاضرات أحاول أن أعلمكم كيف تتغلبون على هذه الصعوبات، وكلما
مارستم الترجمة صار الأمر أسهل بمرور الوقت. حسن، من يريد أن يسأل سؤالا آخر؟ هل هناك من يريد أن يسأل سؤالا آخر؟ العفو أستاذة نرمين، هل هناك من يريد أن يسأل سؤالا آخر؟ هل تسمعونني؟ هل سمعتم الإجابة؟ حسن، هل هناك من يريد أن يسأل سؤالا آخر؟ أستاذة آية، أستاذة آية، تفضلي. نبدأ المحاضرة. هل نبدأ المحاضرة؟ هل نبدأ المحاضرة؟ هل نبدأ المحاضرة؟ هل لأحد أي سؤال آخر قبل أن أبدأ؟ أنا آسف لما حولي من ضجة، فأنا لا أستطيع أن أتحكم في الشوارع من حولي. بداية، بطلب الحكم ببطلان، بطلب الحكم ببطلان وفسخ الاتفاقية المبرمة فيما بينه وبين المدعى عليهم عن الوحدة العقارية رقم والرقم 20914 TRVA الكائنة في دبي، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له مبلغا وقدره 425,848 درهما، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. بداية، بطلب الحكم ببطلان، نفهم أنهم يطلبون، ولكن ها هنا في هذه الجملة بطلب الحكم ببطلان، كيف نترجمها؟ نفهمها أولا باللغة العربية. بطلب الحكم ببطلان أي أنهم يطلبون الحكم، ولكنه لم يقل أنهم يطلبون، هو فقط قال أن هناك طلبا، ولم يشر إلى أن هناك من طلب، أي أنه لم يضع فاعلا بطلب الحكم ببطلان. بداية، لا بد أن يتوفر في المترجم
معرفة بالنحو والصرف، ومعرفة بقواعد اللغة التي سوف يترجم إليها، أي اللغة الإنجليزية في حالتنا هذه، بطلب الحكم ببطلان. في هذه الحالة نستخدم ما يسمى بفريز. فريز أي أنها جملة قد يكون لها فاعل، قد يكون لها فعل وليس هناك فاعل. ونبدأ مثلا بهذه الصورة: demanding، demand بطلب، demanding the judge meant عبارة phrase وليست جملة كاملة، وليست جملة كاملة phrase عبارة. العبارة هي الجملة الكاملة، هي تتكون من subject verb and may contain complement or object and give a complete meaning. يعني مثلا birds fly، تطير الطيور، هذه جملة كاملة، فضع بعد هذه الجملة full stop لأنها جملة كاملة. لكن العبارة قد تبدأ بهذه الصورة: فعل demanding أو ما نسميه gerund، فعل منتهي بـ ing، the judgment، demanding the judgment by بطلان وفسخ الاتفاقية. بطلان وفسخ الاتفاقية، نريد أن نترجم الثلاث كلمات: بطلان وفسخ الاتفاقية. Annulment and termination of the agreement. بطلان، نريد أن نرى كلمة بطلان. Invalid، تريدين أن نترجم بطلان invalid؟ لماذا؟ ما السبب؟ هل لديك أسباب؟ أريد منك أن تشرحي لماذا اخترتي invalid. نحن هنا لنعلم لما نختار الكلمة، لما نختار كلمة معينة ونفضلها على كلمة أخرى. لماذا اخترتي invalid؟ هل أترك لك الميكروفون حتى تشرحين؟ لا تخجلي، لا بأس، حتى وإن أخطأت نحن هنا لنخطئ حتى نتعلم، لن تتعلمي شيئا إلا إذا أخطأت. هل سوف تجيبين؟ لا بأس، لنقبل. ما هو؟ بطلان. نذهب إلى قاموسنا. أستخدم هذا الخط. بطلان، كيف يزال هذا الخط؟ هل يعرف أحد؟ حكم ببطلان، decree of nullity، دفع ببطلان، exception of stranger، بطلان. بطلان، nullity، voidness، invalidity، infectiveness، venality. هناك كلمات كثيرة تعني بطلان، منها nullity كما قالت زميلتنا، لا قالت invalid. حسن، ما الذي سنختاره من هذا؟
نذهب إلى قاموس آخر حتى نرى كيف يترجمها باقي المترجمون. نورتي، أستاذة جمانة، لماذا نورتي؟ لماذا نورتي؟ annulment termination فسخ بطلان بطلان. نريد أن نرى invalidity invalidity nullity. حسنا، invalidity state may invoke the invalidity of an illustrate act. يجوز الدولة تستظل ببطلان عمل انفرادي، قرار اللجنة المركزية ببطلان ترشحه، نارتي، دعوى بطلان الاتفاق، نارتي، بطلان الاتفاق. هذه ترجمة مترجم سابق، بطلان الاتفاق، nullity of the above agreement, nullity. هناك من ترجمها nullity, null. نعم، من الممكن استخدام nullity. نعم، نعم، لا بأس باستخدام null. حسن، كيف سنترجمها إذن؟ by the nullity. حتى نترجم nullity لابد أن نعرف هل هي اسم noun أم فعل verb. null null أو A L D، هل هي فعل adjective؟ null adjective. حسنا، هل ستناسب جملتنا؟ ولكن قد تؤدي بمعنى لاغي null أو باطل، لكننا لا نريد أن نأخذ المعنى لاغي، نحن نريد معنى باطل. نبحث مرة أخرى، nullity بطلان، invalidity بطلان، nullity voidness. invalidity invalidity من الممكن أن يأتي منها فعل بمعنى invalidate. invalid بهذه الصورة يبطل، invalidate invalidate by invalidating and فسخ لما اخترت invalidate. invalidate هي فعل، أما null فهي adjective، وأنا في تركيب جملتي أتيت بها بعد by، وكما نعلم الفعل بعد by نضع له في آخره ing، أما null فهي adjective ولها استخدام آخر في الجملة ولا يقدمني. فإن كانت هذه بنفس المعنى فلا بأس من استخدامها وأراها أدق. invalidity and فسخ and فسخ. ما ترجمة فسخ؟ هل تدرون ما ترجمة فسخ؟
من الممكن استخدامها بهذه الصورة، لا بأس لا بأس، ولكنك ستستخدمين تركيب آخر. فريك، فريك بمعنى فسخ. فريك توقف، لست أدري ما هاتان العلامتان. انقطاع، تقصدين بريش ليجل؟ لا لا لا، تقصدين بريش، بريش بمعنى يخرق، تقصدين بريش. خرق بمعنى يخرق أو ينتهك. لا، حسن، فسخ. abrogation، نبحث عنها. فسخ، annul، cancel، appeal، signed، revoke. terminate، إنهاء. terminate، إنهاء، ينهي. لكن فسخ تختلف. ما الفرق بين الإنهاء والفسخ؟ الإنهاء أن العقد قد ينتهي من تلقاء نفسه، لأن مدته قد انتهت أو ما شابه ذلك. مدة العقد مثلا لنقل سنة أو سنتان أو ما شابه وانتهى. أما الفسخ فالعقد سار وحكمت المحكمة بفسخه. هناك فرق في الكلمة بين الكلمتين، فسخ ريفوك ببطلان وفسخ. لنرى كيف نترجمها. annulment، termination of، وفسخ العقد. termination هذه إنهاء، لا أراها صوابا. ومن الممكن إن احترنا أن نكتب ترجمة فسخ في بروز. إن احترتم dissolution، فسخ العقد، لا أراها صوابا termination. أنا أرى أنها ريبوك. invalidating and revoking the agreement، المبرمة فيما بينه وبين المدعي. المبرمة كون loaded by and between المدعي the plaintiff، فيما بينه between، بينه وهذه ضمير، فيما بينه between him and المدعى عليهم and the defendants. التركيب كالآتي: demanding، بدأنا بفعل مباشرة من دون subject للجملة لأنه هنا بدأ بطلب، وهذه في اللغة العربية جار ومجرور بطلب الحكم ببطلان. أين المبتدأ؟ هل يعرف أحد أين المبتدأ؟ اللغة العربية، أين المبتدأ؟
من الممكن أن نقول المبتدأ محذوف تقصدين أن الخبر أن المبتدأ مؤخر ها هنا؟ طلب الحكم، طلب هذه مصدر، الطلب قد يعمل المصدر وقد عمل الفعل، فنقول الطلب طلب الحكم لطلب الحكم. من الممكن أن يكون المصدر عاملا وأن يكون هذا في حكم المفعول به. في العموم ترجمناها بطلب demanding مباشرة دون subject. The judgment الحكم by ببطلان invalidating and revoking the agreement concluded by and between him and defendants المدعى عليهم وهم معرفة فأضع the defendants ولنرى هل ترجمناها بصورة صحيحة. المطالبة بالحكم بإبطال وفسق الاتفاق المبرم بينه وبين defendants المدعى عليهم defendants. مدعى عليه. قد يخطئ جوجل. حسن، هل مفهوم حتى هذه الجزئية؟ فنكمل. هل هناك ما هو غير مفهوم؟ حسنا، فيما بينه وبين المدعى عليه عن الوحدة العقارية. عن، كيف نترجم عن؟ أولا لابد من معرفة معناها باللغة العربية. عن بمعنى في الوحدة العقارية أو بشأن القضية التي تتحدث عن الوحدة العقارية، كيف نترجمها؟ بخصوص، نعم بخصوص. أحسنتي، ما شاء الله فهم عالي. بخصوص أو في الموضوع، كيف نترجمها؟ ببساطة on الوحدة العقارية أو regarding كما قالت أستاذة نرمين regarding الوحدة العقارية the real estate unit number لا هذا هو الرقم. ننسخه كما هو ونضعه هنا. الكائنة في دبي. In accordance with وفقا لي إن لا 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 in according with in accordance with هذه معناها
ليس معناها بخصوص، هذه معناها وفقا لي. أو بموجب أو تبعا لي. لنراها هنا. In accordance with. وفقا. لا، معناها وفقا لي. اجتهاد ممتاز. أشكرك أستاذة نور على اجتهادك. أنا أشكر كل من يشارك معنا، قال صوابا أو قال خطأ، فلا بد حتى نتعلم من أن نخطئ، فلا بأس، ابحث عن ما تريد وأخطئ ولا بأس. Regarding بشأن أو بخصوص عن الوحدة العقارية رقم الكائنة في دبي located in دبي، وإعادة الحال إلى ما هو إلى ما كان عليه قبل التعاقد. أريد منكم أن تترجموا أنتم هذه الجملة. ترجموا أنتم هذه الجملة. وأعادت الحال إلى ما هو عليه قبل التعاقد. هل يريد أحد منكم أن يترجمها؟ من يريد أن يترجم هذه الجملة؟ أريد مشاركتكم معي. وأعادت الحال إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه. لا لا لا، أنا أريد منكم أن تترجموها باستخدام القواميس، وأريد أن أرى كيف ستقومون بترجمتها. Restore the situation. ليس situation، ليس الحال. Situation، لنرى معنى situation. Situation O A L D situation. Situation all the circumstances، ظروف and setting. All the circumstances and things، والأشياء، that are happening، التي تحدث، at the particular time and in the particular place. الظروف والأشياء التي تحدث في وقت معين ومكان معين. أما هنا فليس المقصود بالظروف، لا، وإنما يقصد الحالة التي كان عليها العقار. هل كان يمتلكه فلان أم علان؟ ليس situation، state. لنرى، to restore things. هو لم يقل الأشياء. status، status أستاذة نورة ممتازة. status، لنرى status. status status uncountable countable usually singular the legal position of a person group or country legal position هذه أقرب إنه الموقف القانوني نعم وهذا هو المقصود المقصود الموقف القانوني status أقرب شيء كونديشن معناها الأحوال لابد أن نفرق بين المترادفات فقد تضع مترادفا لا يدل على الحالة التي يريدها المتحدث العربي اللغة العربية حمالة أوجه نعرف ما يريد المتحدث العربي من سياق الجمل ولكن الكلمات الإنجليزية قد تترادف سننا المترادفات
ولكن لا تعني نفس الحال. status هي الموقف القانوني وهو المراد، فسوف نستخدم status. نعم status، تمام خلاص. اخترنا وإعادة الحال to restore the status إلى ما كان عليه. كيف نترجم إلى ما كان عليه؟ كيس لا 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 تنفع. status لا 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 status لماذا لا نختار status؟ خصوصا أنها الحالة القانونية، the legal position، the legal position of a person or group، لماذا لا نختارها؟ حسن، إلى ما كان عليه، باقي الجملة كيف نترجمها؟ إلى ما كان عليه. إلى ما كان عليه. To what it was. لا لا to what the way it was. لا لا فلنجرب قاموسا آخر. إلى ما كان عليه في المجال القانوني. هل ترونها؟ هي. Restitution in Pristinum. هل تلاحظون شيئا؟ أن الكلمات لاتينية. لا لا لا، هل تلاحظون أن هذه الكلمات لاتينية وليست إنجليزية؟ في اللغة القانونية قد نستخدم المصطلح اللاتيني بدلا من المصطلح الإنجليزي، وبهذه الصورة يكون المصطلح اللاتيني أفصح. نعم نعم، أردت منكم فقط أن تبحثوا في القواميس، هذا ما هدف هذا الكورس، أن أعلمكم كيف تبحثوا عن الكلمات في القواميس. فقط ابحث حتى تتعلم، حتى تكون خبرة. كيف ستكونون الخبرات؟ بالبحث في القواميس. ابحثوا، لما لا تبحثون في القواميس؟ The state before the contract. The status before the contract. حسن، أمامكم الجمل، سوف أكبر لكم الخط. سوف أكبر لكم الخط حتى تكملوا. Demanding the judgment by invalidating and revoking the agreement concluded by and between him and the defendants regarding the real estate unit number located in Dubai. وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وإعادة الحال إلى ما كان عليه. The status before the contract. لا لا لا، أريد الجملة كاملة. وإعادة الحال إلى ما كان عليه
قبل التعاقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. أريد الجملة كاملة. أم أترجمها أنا؟ أنا أريد منكم أن تجتهدوا. وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. To restore the status before the contract. لا 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 لا، أريد عبارة أقوى. الوضع قبل التعاقد لصالح الوضع. لا لا، إلى ما كان عليه. أين إلى ما كان عليه؟ أين إلى ما كان عليه؟ أنا لم أفهم. لفيت دي كذا نزة نرة في ريفيسو مرة مرة في ريفيسو. حسن، سأترجمها أنا. and to restore the status quo ante before the agreement before concluding قبل التعاقد before concluding on so Ding such agreement out before concluding the agreement. Well, now and to restore the status quo ante وعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرام الاتفاقية. أنا أعلم أن الترجمة صعبة وأنكم محبطون أنكم لم تأتوا بالمعنى. لو اجتهدتم وحاولتم أن تترجموا النصوص واجتهدتم في البحث واستمتعتم بالبحث، إن البحث عن المعنى متعة. أن تبحث عن المعنى في هذا الموقع أو في غيره مرة ومرة أخرى ومرة أخرى، هذا سوف يعطيك من الخبرات ما لا يحصى. فقد تبحث ولا تجد ما تريد في هذا الموقع، ولكن تحصل على معلومة لم تكن تتحسب أن تجدها، فتبحث في موقع آخر ثم موقع آخر حتى تتكون لديك حصيلة كلمات كبيرة. وقد يغنيك هذا عن استخدام القاموس فيما بعد، أو قد يقلل استخدام القاموس فيما بعد. أنا أعلم أن الترجمة صعبة وهي ليست مجال لأي إنسان يدخله، ولكنها مجال المتميزين وأنتم منهم. ولكن الأمر بالنسبة إليكم هو نقص في الخبرة. لقد بدأت في أحوال لقد بدأت مترجما لا أعلم شيئا على الإطلاق عن الترجمة، والآن الحمد لله أنا أعمل في شركات محترمة. كيف توصلت إلى هذا؟ توصلت إلى هذا عن طريق البحث. ابحثوا عن معاني الكلمات، ابحث وكن خير ناقد لنفسك. انظر إلى ما ترجمت وحاول أن تعيد ترجمته مرة وأخرى وأخرى حتى تصل إلى أفضل شكل. ولا تتوقف عن انتقاد نفسك أبدا حتى تصل، لا أحد يصل إلى الكمال، حتى تصل إلى أفضل شيء. كو أنت لنرى معناها. الوضع السابق status quo ante. نعم، هي بالضبط ما نريد. ها هي، هل ترونها؟
حسد. نكتفي بهذا القدر، أن تترجمون جملة أخرى؟ لا بأس، ليس بالكثير، ليس بالكثير. في العموم، في العموم، هل تترجمون جملة أخرى؟ أن نكتفي بهذا القدر؟ هل نكتفي بهذا القدر؟ أجيبوني، هل نكتفي بهذا القدر؟ جملة أخرى، حسن، لا بأس، لا بأس، نكمل. وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له مبلغا وقدره، وإلزامهم بالتكافل والتضامن. هذه جملة سهلة، أريد منكم أن تترجموها. حسن، جملة سهلة، وإلزامهم بالتكافل والتضامن. أوبليجيت، ممتاز أستاذ نرمين، اجتهاد رائع. أوبليجيت، إلزام. حسن، بالتكافل والتضامن. لا بأس، ولكني أريد أن تترجم الجملة كاملة، لا تضع كلمة فقط. كيف نضعها في جملة؟ هدف الترجمة من العربية إلى الإنجليزية هو أن نضع الكلمة في جملة باللغة الإنجليزية. هذه هي الصعوبة. كيف تترجمون هذه وتضعونها في جملة؟ وإلزامهم بالتكافل والتضامن. إلزامهم بالتكافل والتضامن. and obligate. نقول and to obligate أو obligating. لنبدأ، إذا بدأنا بدون subject من الممكن أن نبدأ بالمصدر كما تفعلين هنا. نقول to obligate them and to obligate، أو تضعين ing تقول and obligating them by intenderness. ما هذه الكلمة؟ لا أعرفها. and obligate them ليست كلمة لا أعرفها أنا، هذه الكلمة. ما هذه الكلمة؟ تلازم توافق؟ لا 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 لا، لا أوافق على هذه الكلمة. نعم أستاذة مريم، jointly and severally، هذه الكلمة المضبوطة. أريد الجملة كاملة، and to obligate them jointly أو obligating them by. لما نستخدم by؟ obligate نريد أن نرى
حرف الجر الذي يستخدم مع obligate. not found. تكافل والتضامن أي أنهم متضامنين ومجتمعين أي يؤدوا جميعهم يؤدوا جميعهم يدفعوا. نريد أن نرى كيف obligating by أم obligate بدون حرف جر. لقد استخدمت حرف الجر مع obligate them by تلزم obligate سيسر to أستخدم to مع obligate وليس by. وهنا do not obligate a troop contributing to. لا نستخدم by مع obligate ولكن نستخدم to. لابد أن تعرف الكلمات وأن تعرف حروف الجر التي تأتي معها. and إذا سوف تكون عبارة الأستاذة and obligate them to and obligate them jointly and severally to pay وليس by to pay the sum of ونكتب المبلغ. هل هناك أي أسئلة؟ قد ترجمت جملة أخرى كما طلبتم. هل هناك أي أسئلة؟ هل هناك أي أسئلة؟ هل كان الأمر صعبا؟ هل كان الشرح صعبا؟ تفضلي. هل تريدين الميكروفون؟ أشكرك أستاذ جمانة. نعم لابد أن تبحثوا. الترجمة ممتعة يعني لا تتعاملون معها على أنها مهنة. استمتعوا بالوقت، استمتعوا بها، الترجمة ممتعة. أن تبحث عن المعنى وأن تتعلم شيئا جديدا. حسنا. تحدثي تحدثي. ألو أيوة أسمعك.
الصياغة العربية تعتمد على أسلوب الكاتب. أريد منك أن تصيغي ما تريدين صياغته بأسلوبك الخاص، ولكن لابد أن تطوري أسلوبك العربي. هناك أساليب كثيرة حتى تطوري من أسلوبك، ومن الأساليب الهامة هي حفظ القرآن، حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، فهذا أفصح ما عند العرب من كلام. ثم يأتي في المقام الثالث الشعر الجاهلي، وتحديدا الشعر الجاهلي. من لا يحفظ شعرا جاهليا فليس له نصيب في العربية. لابد من حفظ الشعر الجاهلي، المعلقات بشكل خاص، المعلقات بشكل خاص. هناك شعر الخنساء، الخنساء من أفصح العرب، الخنساء من أفصح العرب. احفظنا شعر الخنساء، واحفظنا شعر إمرؤ القيس وطرف بن العبد ولبيد، الشعر الجاهلي، النابغة، النابغة، وهي أشعار ممتعة جميلة. لو قرأتيها أو استمعتي إلى شرحها فسوف تنبهرين بمدى فصاحتهم. اقرأي الشعر واقرأي القرآن واقرأي الأحاديث، وهذا سوف يربي عنترة. أنا أحب عنترة. هذا سوف يربي لديك ملكة في الصياغة. أنت فهمت المعنى وتريدين أن تعبري عنه في سياق الكلمات المكتوبة أمامك. تفضلي تفضلي يا أستاذة آيات. أنا ما كنتش بسأل على الصياغة حضرتك، أنا كنت بسأل المفروض إن أنا أدخل إن الوصف بتاع إن المركز الموقع يعني المقر الرئيسي بتاع الشركة الموجود في مدينة سيدني الأسترالية أدخلها في وسط الجملة، ولا المفروض إن أنا ألتزم بالجملة الموجودة في الإنجليش إن أنا أكتب المقر الرئيسي في سيدني الأسترالية بعد كده أترجم بقى عادي؟ ده مش قصدي على الصياغة نفسها، أنا قصدي المفروض إن أنا أتصرف إزاي، هيبقى إزاي في الوضع بتاع كل ده؟ فهمت قصدي؟ فهمت. اكتبي ما هو مكتوب فقط لا غير. ما هو مكتوب أمامك هو ما يترجم، ليس لدينا حرية ما نختاره أن يكتب. فقط ما هو مكتوب أمامنا ننقله بمنتهى الأمانة فقط لا غير، ولا نزيد ولا ننقص. نزيد لشرح الكلمة، يعني قد نزيد كلمة في السياق حتى توضح المعنى للقارئ العربي، لأن التركيب يختلف، لكن لا نزيد أو لا نزيد شيئا على ما هو مكتوب، إلا إذا كان شيئا ضروريا نضعه بين أقواس معقوفة. ومعنى أنه بين أقواس معقوفة أنه من قول المترجم وليس من الأصل. هناك فرق، أقواس معقوفة بهذه الصورة. ما تريد أن تكتبه؟ ما تريد أن تكتبه بين أقواس معقوفة بهذه الصورة إن أردت أن توضحي شيئا ضروريا، وليس أن تكتبي العنوان. لا، اكتبي فقط ما هو مكتوب أمامك. هل أجبت على سؤالك؟ نعم، يجوز لك التقديم أو التأخير أو الحذف إن شئت أن تحذفي. يجوز لك أن تحذفي، يجوز لك أن تقدمي، أن تؤخري، أن تضيفي كلمة أو تحذفي كلمة، بما يخدم المعنى الذي أمامك. وهذا عائد إليك وإلى أسلوبك وتمكنك من اللغة. هل لأحد أي سؤال؟ يضيف المعنى بحيث يحسن المعنى، يعني وظيفة الحذف أو الإضافة أن تحسن المعنى حتى يقرأ القارئ فيظن أن المقال أساسه اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، على حسب، حتى يشعر بفصاحة المتحدث. والفصاحة هنا معناها أن يعرف
القارئ أو المستمع المعنى بأبسط وسيلة، فهي لم أكتبها، لا بأس، سأكتبها لكم في المرة القادمة، وأرجو وأرجو أن تحاولوا فيها أيضا. لقد ordering لا نقول يأمرهم، وإنما نقول يلزمهم، وهناك فرق بين الكلمتين. ordering أن يأمر، أما أن يلزم فهو شيء آخر. لا، ليست ordering. لقد خرجنا بهذه الصورة عن المعنى الموجود، لا نريد أن نخرج عن سياق الكلمة. ترجمة إلزام هي obligate وليس order. هذه خطأ. جينيت لانسي and severally to بدل you to pay estimated amount. لا، the amount of مبلغ وقدره، أي المبلغ مقداره كذا. the amount of estimate. لا، ما يتراوح لي. لا، هو لا يقصد ما يتراوح، يقصد قدر المبلغ هو كذا أو مبلغ كذا، لا يقصد ما يتراوح. لا، في المرة القادمة سوف أكتبها لك، وليس هذه المرة. أنا أريد منكم أن تجتهدوا، ليس الهدف أن أترجم أنا، الهدف أن تترجموا أنت. أريد منكم أن تترجموا أنت، أن تترجموا أنتم. أنا أريد أن فقط أشرف على أن أرى ترجماتكم تتحسن، وقد تحسنتم على المرات السابقة، فقد رأيت ترجماتكم في أول مرة وأراكم تتحسنون. استمروا، من سار على الدرب وصل. نعم، ولكن أن تسير في طريق، فمهما بلغ بك الوقت فسوف تصل في النهاية. أما من لم يسر من الأساس فسيبقى في محله. ابدأ وسوف تصل إن شاء الله. أريد أن أنهي، هل لأحد سؤال قبل أن أنهي؟ لابد أن تذاكري الأزمنة والجرامر بالكامل، هناك على قناتي على اليوتيوب سوف تجدين شرح للجرامر إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 9. النهار الاثنين يبقى يوم الجمعة الساعة 9، يوم الجمعة الساعة 9. التاسك رابط القناة على اليوتيوب. مثلا دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.